FM. الكلمة ليك. اليوم أصبحت حرب متاع تموقع ومتاع مصالح أكثر منها زعمات. كانت فترة من فترات مثلا 2014 و15 و16 أو 15 تقريبا كانت حرب زعمات. زميلي يزار العكرمي كان أحد الزعماء و محسن مرزوق ورضا رضا بالحاج كلهم معنا كانوا وقتها رؤوس زعامتية تتنحر على التموقع. اليوم حتى هذه وفات أصبحت معناها متاع غنيمة. الأستاذ البيجي الأب غنم الدولة وابنه غنم الحزب, وبهذه الطريقة وقع تقاسم الغنيمة وجزاهم الله خيرا. كابافان الكلمة ليك.